أحبتي في الله، وحنقل إن وحوي محاضرتي بانت الإعلام هي أبو ساب سنيد القيادة في القرآن الكريم. وقامنت أمضى محو القرآن كيلي القرآن سيداب وقال لغي وقامنت أمضى يسجد با وقامنت يو مواصفات كهجاميها يوحلو بباهي حضرنا يا كسو آلي سحلي مباركتي مدى مسلمين تقودهان يقارهان مدى الصوماليات با يادي آل وهم وين تهي هجامين كابا هي أوبا هيدا بضن تهينا أي كوكا تهي هجامين دول بابا كها قبترتا مدى يويدي دي لدى إلابا مركا الهجامين تهي تهي يقرانكو سيدا وقالا بغي iyo mawsafaatka ama tilmaamaha dhabta ah ee looga baahan yahay qofka hoggaamiya ummadaha ama ummadda muslimka qaybaheeda kala duwan waxaa muxaadaradaasi insha allahu tacaala aanu ku soo dhaweynayaa fadiilatu sheekh alcaalim aldaaciya sheekh maxamed idriis xafidah allah waraaca waana ka raali ahaanaysaan habeen hore ayaa ilaanku baxay laakiin أو أي نصيب يلاهي إن شاء الله تعالى محاضرة أي قب صندوق مركا شيخ أي قصور جنية فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم
بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل العرش قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الحمد لله. أيها الإخوة والأليال سلام غشين وحوي كلمة الكدقيدو وقامين تأيي قرآن كريم كاه قرآن كريم كاه سيدة وعطينه وحان مركز سوق هذا دونا سيدة هذا بقى وآخرين أي قيب كم إذا سورة النمل هي سورة كلبة آية كم إذا قرآن كريم كاه وقيحية أما عطينية أما تلمامية هجانك ومضاها هجامية سيدة يؤجيهين حيالها لقربه أستامها يسفوين كاللوغة باهية هاي سيئي أقوليستان أما أمداس وغوهر سيدان ميلو ناكس إسلام راهان تاس أستامها يسفوين كدنك كالي كسوهر جيدة عكس كذا
ee hoggaamiyeyaasha qaarkood yeeshaan ama ku sifoobaan taasoo u horseeda meel aan la mahadin iyo cirib aan la mahadin u horseeda ummadaha iyo kuwa hoggaaminayaba. qisooyin qur-aanka kariimka ahi cajaa'ibtiisa waxaa ka mid a wuxuu dadka wuxuu fahamsiiyaa mararka qaarkood si amar ah oo toos ah, mararka qaarkood si aan toos ahayn ee dadban, mararka qaarkoodna si qiso ah oo waxa wanaagsan laga sheekaynayo siday u eg yihiin iyo siday yihiin, iyadoon qof gaar ah la tilmaamayn. mararka qaarkoodna akhbaar iyo warbixin ayuu ku dhiibaa fariinta qur-aanka kariimka. dadka muslimiinta ah mu'miniinta ayaa looga baahan yahay inay u kuur galaan, fahmaan, la noolaadaan, u dhug yeeshaan kelimad kasta iyo xaraf kasta oo qur-aanka ka mid ah xikmad iyo cilmi aqoon uu ku fadhiyaa ilaahay subxaanahu wa tacaala. anzalahu bicilmi kitaabun unzilat aayaatuhu thumma uxkimat min ladun xakiimin khabiir. alla caliima oo khabiira oo xakiima oo khabiira ayaa aayadahan isku xiray oo soo dejiyey. wa innaka latulaqa alqur'aana min ladun xakiimin caliim. alla xakiima oo caliima cilmi badan oo xikmad iyo khibrad leh ayaa aayaadkan soo dejiyey. saas darteed ayaa laga rabaa dadka mu'miniinta korkooda ay tahay waajibku inay iyagu fahmaan oo la noolaadaan oo si fiican u fahmaan si ay uga faa'iidaystaan oo ugu horseedo meel wanaagsan iyo nolol wanaagsan adduun iyo aakhira labadaba. qodobka marka hadda aan ka hadlaynaa nakhuseeya waxa waaye qodobo badan oo nolosha oo dhan ku saabsan adduun iyo aakhiro ayaa qur-aanka ku jira ilaahayna usoo dejiyey. hal qodob oo ka mid ah weye caawa wax aan fiirinayno ama isku dayayno inaan furfurno aayaadka qaarkood si aan u fahmno waxa weeye dadka hoggaamiya, madaxa ahaadaan, boqora ha ahaadaan, ugaasiya ha ahaadaan, culimo ha ahaadaan, hoggaamiye waxaa leeda qofka dadka horjoogaha u ah oo ay dhegaystaan ama maqlaan ama amarkiisa qaataan ama taladiisa ama amarkiisa ee uu ku socdo. imaam buu qur-aanku mararka qaarkood ka cabbiraa imaam. imaamkuna waa kan ina horgala oo salaada ina hoggaamiya oo kale. salaada hal qof baa imaam ah, laba imaam ma jiraan, hal imaam wey, lama imaam fi waqtin waaxid salaad ma jirto, laba imaam fii xukun waaxidina ma jirto iyo ummad kasta, hal imaam wey mar walba amarka meesha ay ku soo baxaa oo ummadda jiheeya oo hoggaamiya. imaamkaasu marka mid fiicanna waa noqon karaa oo astaamihii wanaagsanaa leh, mid tala xunna waa noqon karaa, mid tala qaatuu noqon karaa, mid aan tala qaadan buu noqon karaa, mid dad wanaagsan la tashaduu noqon karaa, mid aan dad wanaagsan dad xun la tashaduu noqon karaa. hadba sida marka astaamihiisu yihiin uu qur-aanku tilmaamooyin ka bixinaya. tilmaamahaasaa la rabaa dadka muslimiinta inay fahmaan oo dadkooda marka hoggaamiyeyaasha ah ay ku miisaamaan qur-aanka kariimka ah lagu miisa. waxba yaanan marka anigu hadalkayga ku dheeraanin aayadaha aan dul maro, aanba ka bilaabo aayadihii haddaan akhrinay suuratu naml. suuratu naml saan ognahay waxay ka sheekaynaysaa qisadii nebi muuse calayhi salaam, qayb hore oo yar kooban, waxay ka sheekaynaysaa nebi luut calayhi salaam, waxay ka sheekaynaysaa nebi sulaymaan iyo nebi daawuud wax yar si kooban. nebi daawuud, walaqad aataynaa daawuuda wa sulaymaana cilman وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داودا.
سليمان ويلكي سيوي ويس دالين سغا دخلاي نبي نيمدينا او كدخلاي بقورنيمدينا او كدخلاي لبدوا روحنا اها لبدوا وحي اهايين وحي اهايين نبيو وحينا اهايين مدح دولديت او بقورن وها بقر دولد هجامين ايضا له مامول له شعب له دغاله غليسا صنع سمينيسا يا امدا غالو اي امدا مسلم لمق لا دقميسا ساسي اهايين كبقورن وي اهايين نبينا وي اهايين تصالياش او فيعن او قرانكا قيسوينكيس هجامينتا لغا قاتنا وا لغا هلا حديث فيعن لوغو دغياش waxa qofka hoggaamiyaha laga rabo oo imaamka oo ummada hoggaamiya tayna Suleyman qisadiisa oo iyadu aad u dheer xaga suuratu naml wax yar hadaan ku noqono maxalan nabi daawud sariya si kooban suuratu al-baqara ilaahi subhanahu wa ta'ala wuu ku sheegay inuu ilaahi mulkiga siiyay nabina kale wa qatala daawud jaluta wa ataahu allahu al-mulka wal hikmata وعلمه مما يشاء نكي بقرك قالك هاي سيدلي بقرتوين إلهي واسي حكمة إيان بالنبنة إلهي واسي نين عبادة بضن وقها مركب محمد أحد وقد ضيانا يسا أما تدك وقد ضيانا يا حلو قد ضيانا يا عبادة حلو قد ضيانا يا بقرتوية سيد الله مامر حلو قد ضيانا يا هقامين تسيد تدك الله هقامي أما الله حكمه الله ديانيا قال سورة الصاد إلهي سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى وحو أمري شمبريه إيو بوريه إن إلا تسبيح صدان يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد هذا فيري وفيرسو يا انتبه هل كان إلهي سبحانه وتعالى وحيسكو دريا شقاء الدنيا شقاء آخرة والله قد أنا سليمان داود يا جبال أوبي معه والطير ولا تصبح سنيا ولا استغفر سنيا ولا عبادي سنيا وقرن إياها إلهي بابري لقدوض أوبي معه والطير يا وألنا له الحديد برتينا إلهي سبحانه وتعالى وعليه وان أجل عنه كعنتي ساسو براه ولا لا بشري وسمين شري سيفه ورمه فلاره بروح كلا الله جو انتفاعه هو حلقو قسطه هو حلقو دكتو هو حلقو هو الجو دجالمه حاصر ندروع ودجالك لقى قشره يا أن اعمل سابغات وقدر في السردي واعملوا صالحا اني بما تعملون بصير ونبي داود سوره الانبياء ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر واسلنا لهم القطر ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن يزغ عنهم عن امره نذقه من عذاب اليم الله سبحانه وتعالى مرك النبي يدهس ساسو بقرانا ودغي نبينا ودغي مركا هدي لا ربو هغامينت وناكسن اي امدا له هغاميه دد مدح لو نوقدو اي وخا لوغا باهانيا هلكنات فيرينيسا مركا هدا ددكو waxay ku oranayaan anu leadership baan ka soo baxay administration college ama business administration مركا leadership kana waa lay soo baray okay waa fiican tahay waa ilmi بني آدم كنت تجاربتي سكو صباحي لكن كنا هذان قرنين وحبضنا كامقان حبضنا كامقان لغايا بين آدم فهمين هذان مسلم تهينا حلو بها كان إنا ظهرت مركو هوري فهم سنتهي تهذا كافهم كاسنا وحي النفع لكو درست ومركا وكو أنفعي لكن كان إنا جاهل كأهاتو مرنا أرنسو عنكرت ماها أدور ربا إنا المسلمين مضحوا نقطه أما هو قامس كداود عليه السلام سورة الصاد مركز وصعته أداركتين حكم كي لبضنين أو ويمي تسوروا المحراب دخلوا على داود ففزع منهم
قالوا لا تخاف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. أرنت أنا محيك هذا ليس أيضا حكم عدالة دقيسي لبا خصمي وإسهية لبا قلو إسهيسة لبا قفو إسهية وحيس كم رنسا خصمان بغى بعضنا على بعض قارك يا قارك كلك واحد قد بي لبا قبيل مياء لبا قف مياء لبا قروب مياء حكستين غنقران فحكم بيننا بالحق حق بأمره والبحر وحكمه بان هلك كفاهمين. إلى هنا أمر بو بنسينا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق هلك كفاهمني هقاميه هدانو حق حكم من ضدك هقاميه في عنه وحكا ساسمه سودون هايسو رنجي هايسو مريو حق هدانو أئيلا وحق اللازمين عدالة وقام يفي عنه خذوا بكاس مركبة قبصة نيس ميال باتكو قرآن نيسا قهر عدالة يحق وقام يهم وقام يفي عنكم نقضى انت وحق عدالة أدو يهي وقوشي سئي وناقيس نقضى الدنيا انت وحق عدالة كفق يهي أيو وقام يحن نقضى قصة دي وحن كسو نقضينا مركا نبي سليمان عليه السلام قصة دي لان دقي سني نبي سليمان عليه السلام يوحي دحمري بالقيس هو ندي الورنج ري ملكة الصبا يا ملكة الصبا إني وجدت امرأة جئتك من سبأ حقا كفا أمني من نبأ بالنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء هدهد كبير ولها عرش عظيم كبقر الداس وقلت المامي بلقيس المقعد اللي هجري يا نبي سليمان وحي دحمري ولا بقى أم ضوضة ما بقر نبي مسلنة إيه بقرت قوم حكمته وقالا مركز قصة القرآن كوغو الرمية لكن قصة دا قصة ينكردن عبرة يدروس بها كجرة لبانية إلا فهم كو كسو بلو نبي سليمان وحو دير يهود هدكي مركو أخبارتا كاني أخبار بو كاني انتليجنس بو كاني انفورميشن بو كاني انفورميشن بو كاني وحو كاني بقر كي نبي أها نبي غيب كمؤغا وحي سبع كدعي مؤغا محاك دعا محاك جرى مؤغين خبر كاني وحاكو كبرا رجي أسكريجي سن أما كاليهي سن هدهد كوشين بركانه مركان بيرو وجئتك أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين هذا القوف يرسو وأسكري ير ووحو الله الله ياه بقرك وبقرك لي ما هو النبي مركان سولي وحادا أغين بان أغهي أقول علمي آذن هين يور آذن هين بان هيا هي سبع ميش الله يراهدو يمن وحجوغا بيت المقدس نبي سليمان دول كان فلسطين سبع انت انتقي او يمن بان اخبار دب او حقيقة هون بين عين كاغا كيني هي او انا قوانا نوغين بادي قوانا نوغين هداتا هي مدحويني هداتا هي بقركي هداتا هي هي وجئتك من سبأ بنبأ يقين ما هو كتركتين ما وح سوشيال ميديا اللي وصل سوشيال سوم لقي فوتوشوب ما ونبأ يقين هي إني وجدت امرأة تملكهم وقال هذا القوة حكم موضة يعني شمبر كلفت يسون ويابي هاي هويني قوم دن ما ضحك هاي سطع بقرض وحوق اللي باي في سياق نكرة بوكوشة جاي ما وقته إني وجدت امرأة هويني يا خير كان ما ضحك هاي سطع صارك أو بقرض وحول بنا وياه سطع وبقرض حوق بدن عيدا أو هب أو
حولو يعني خزائن أو دد أو دل أو بحظنا واسطة وأوتيت من كل شيء بوك عبري لبا كلمة دوت ور عدوة ولها عرش عظيم كرسي وين وبقرضه بقرضه عرش كراسة يكون فريستانة أنها وين لا ذهاي وكل جيس ذهب يعدونها نبي سليمان وركاس ريبوت كاس وحا أوكياني سردوم كيسي أما صهن كيسي ده أما أسكري كم ذا أما تليه كم ذا تليه عشيسي وهري أسو شاك سورة غيبت هذا هري ده وينا سجدة كورا وينا كهالي سو بلافين مالي لا أرى الهدهدة أم كان من الغائبين نبي سليمان عليه السلام مركا حويري سننظر يا فيري سننظر أصادقت أم كنت من الكاذبين نيه وركة شيء إن الرؤية هي إن بنالتها فتربوتها وان كل حقيق سنة نابوي يقول لي هي تلية يا شيء سيكملها ولا شقية أصير دون كيسة هل كان دور الريموت اللي فهمه يا هجامين تكملها كو هجاميها في عني يستمع وحبود يستاه احنا كما وين هذا احنا مغلي النوايا ذا هو مضحى وديرا هذا اذا نجي سنه يمال عني خبرات علم يغفلن يدا يغفلن انت بوان له افاش عزو افشل انسان نور انسان كان غفاشل سنه وكلو وقاميها وناك سنة نبي دن با شمبر بودغي سنة أسكر تيسي كاملة بودغي سنة شب استمع واللغو يري وليبا وحادا نوغين بان اوغاهي إد مقال نيو ساسو قلتو باور بغر يهو إد مقال ميشان كو مقنابان كو شي ور آذان حين بان هيا أو يقين أو دب وات كفا إذي سنكرت إد مقال يوا يهي واكو مقال ياهي شك هذا ما بدك يستان بقى أسكري ما بدك يستان ما لاحظ قاركود أسكري ما بدك يستان يريدوا من صور دافع كره واحد ديمقراطية ده يكون شيء جايان أبان ده ديمقراطية ده بحط إلى شيء جاي تنوع دي ديمقراطية حرية ده دي اللي راح تنوع ما ضحك استوي هقف بحوش شيء كرته سنة سوكل النبي محمد عليه الصلاة والسلام أيوه ننكي صحابي هاي أسكرت كملها وقولي ماشان أنا دي جي سي بدر ماشان أنا دي جي سي ما ميل إلهي كو أمره ما سوى ميل ترأيه خبرة ذا نقول دي جس فيري حرية الله وضح الله فيري قابك حضارة الله وضح الله فيري مدح ذا وناكسن يا أسكرته ذا وناكسن أو ضاعت ذا سنة وضح الله عندك يسو يا هقامية هو ناكسن إعادلك حقها اسكو كالسون سيدو حبك يستو مغط هذه تو أقضب درسي ويتاس درسي قال بعض حوي وقاميوه وركي لو شيء يا أنا هبل عبد الحليم وأكوك الصونة حلال وح ويسو شو ما قال له عاوة النبض هدو إيرة يا شرشر كأوسة حنا أنا محيط عبد الحليم أنا ما حوي وصح وأكوك الصونة لكن I have to make sure وأنا هو بيا مسؤولية هنا وين هذا وح أم ضحى الله من متقنا نينك أم ضحى ضع إسقى ملحلوية وأضقهم كأجوين هذو ضغنجرو آخر من يعلم بدأ عربته وكان وجود ضم يورك أجاده ما حد عي منافقين تكوهر رئيسا أضرهم هذا إلى شناء يا أيان حقيقة وشيء هذا المقالد والنبض بالله هنا أضاها يست كل أضال لو أضال لو قط تصبح صناعة أو لو جعلية يا وضد كان هل كان محل أورديان وحل أورديان مرقان هذا جعل كذا يكون جعليين بي وحل مرقانسين سأسألوا أرنا أرجعوا لي ها وارهم وارب ما نبي سليمان واحد كمان دعاء سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين كل سوني وحربنا أنكوا قبلنا لكن واحد بروف وين لهلا عدين وين لهلا ورعد وين له بيا الدون وحول الله بابا أي نمن مضحه هو جميع له أنا وحبه بسنه ضدن توضا كشق يستهوى كهر رئيسا مركز بين يا فتادو يا وحان جرين
usheegayaan markaasuu oranayaa aniga waxaan ma ogeyn waa la ii sheegay saana layga dhaadhicin saana kaliga dhaadhiciya kaa saaraysa sanadu kaasuna waa darsi labaad oo hogaamiyuhu uu leeyahay wanaagsan qur-aanka noo sheegay sananduru asadaqta am kunta min alkaadibiin haye maxaa idhab bikitaabi haada safiir baa laga dhigay warqad baa loo dhigay warqadaas qaad gey ha ka soo tegin fiiri waxay ku soo jawaabaan taasuna arrimaha diblomaasiyadda ayay qayb ka tahay cilmiga loo yaqaano addiblomaasiya casrigan loo yaqaano safiirka la dirsanayaa muxuu yahay ya waa safiir khabar yaqiina ka haya saba baana loo dirayaa boqortooyadeed hadda waxaa dhacday madaxda qaarkood oo towfiiqda waaye nin aan weligiis indhaha saa u xiran yihiin laabada indhood saaqam walakmaha walabras ayaa waxaa loo diraya wadan waxaa loona safiir baa katay io qora warqad io saxiix oo soomaalida ka mida soomaalida waxyaalahay ka dhacda ka mida warqadan io saxiix madaxweyne io saxiix xaggee safiir baan waxaan ka noqonayaa beledulwaaqwaaq oo beled alwaaqwaaq weligaa ma tagtay maya ma aragtay maya afkiisa ma tabaan maya maxaa ka haysaa war maya ma aqan oo ayaaman ka soo shaqaysanaynaa bal noo qor adiga warqada dhib ma leh nagtayn iyo jaakad baa loo baahan yahay idhab bikitaabii haada qur-aankay ku taalla anigu ma qorin ilaahay baa yidhi hudhud buu diray waxaan idhi hudhudku hudhudka la dirayaa sow maaha meesha loo dirayaa yeman iyo saba haa hudhudku sow kii khabarka yaqiinta ah ka keenay saba sow maaha haa isla isagii buu u diray cid kale ma dirin liannahu isagaa cilmi yaqiin ah yeman ka keenay oo aan xataa nebi sulaymaan ogeyn marka halkaa waxaan ka qaadanaynaa daliil ah qofka meel loo diraayo inuu yahay qof ka warhaya meeshaa loo diray cilmigu saasu intaa keliya wey walaala waxaanshe kheyr allah kusa kadibna warqaddii waa tagtay akhbaartiina wuu keenay wuuna geeyey si ammaanadu u geeyey boqoraddii waxaa loo keenay saba bal hadda fiiri boqoradda saba waxay tidhi ayuha almala dadkeedii bay la hadlaysa madaxdii qowmkeeday la hadlaysa ayuha almala innii ulqiya ilaya kitaabun kariim aniga warqad aad u karaamo badan si edabsan bay u hadlaysaa warqad karaamo badan baa isoo gaartay warqaddaas waxay ka timi sulaymaan wuxuuna leeyahay bismi illaahi araxmaani araxiim allaa tacluu calaya wa'tuunii muslimiin warqadda sulaymaan way kooban tahay بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين هاي إيغو كبرينينا إذنكم مسلمين وإسديبي إي إماذا ورقد يسو وورقد نم بقرة ونبية وحق إنو كو سعود الشيغانية وأه أود له وله إيغو مكبري كرتان ورقد تهديد باكو جره دعوة كجرتة أود شاكشا كجرتة ورقد النبي سليمان دريه تاسنا علمي الدبلوماسية دا لو يقان نمان علوم الدبلوماسية بدروس هقامين تلوغة قاطع قرآن كريم هوين إذا سمحي سمي سيور ورد قال أوكالة أهبا أويم ها هنيقا إيمك كبري كرتان كني مني إيمك كيني كرتان أما سو إسلاما أما واحد نقول عارك الدونتان ويمعنو maxay samaysay marka qoomkeedii bay shirisay way la tashat waxay tiri bal wixii tala ah keena maanta anigu amar ma rabo keligay inaan go'aansado halkaasna darsi waxaa laga qaadanayaa weyn oo nebiyada la faray oo hogaamiyayaasha la faray oo madaxda la faray oo muslimiinta qof qof loo faray muxuu yahay al-istishaara la tashiga waay iyo tala ururinta waay
iyo talab ahinta way arintaas waa rukni qiyaadada sida quraanku tilmaamay xageen kale ku arkayna naagti waxay tiri يا أيها الملأ أفتوني في أمري وأرن كان كتلبحية وحال يرى هذا علماء مفسرين تو بقول كن كبدا أو ددك وحجرت كأه ودن كذا بي أروريسي بقول كن ساس علماء مفسرين ابن كثير يلي يا طبري أو أي لطة شطه أو حويديس أوكي أرن كان مركب قضب لبعض ويهلك وقبصه وحوي قرآنك وحو تلمامي هقامنت واتشي ركني جيدا أركان تيدا أقوى وين تلادنا وحا لقاقاتا ددك وإهلك ووح قردك علمدو أي أقوه الرئيس رقم واحد هي ددك وهي أرقا هي ددك خبرت ددك أقونت علم والبقفك يقانب لقاقاتا على فهم يا النبي جينا عليه الصلاة والسلام وقامي ويس قال سورة آل عمران إلهي وحلي فبما رحمة من الله لنت لهم نبي محمد حريص إلهي حق هذا أياد أدي بعسناتي ضد كاقا إيو أمد هذا إيو أصحاب هذا ولو كنت فضا قليظ القلب لانفضوا من حولك هذا أهلا يدمد قلب سن وقلبي أذك ويكاك العرر الله فاعفو عنه واستغفر له وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ماشا وحلق قادنا إياه لح الرمض أو هجامين تكوساب سنة لقى قادنا في قيادة كو هجاميها وحاسفوين كيسا كملة نحريس ومضي سيدات كيس لابو وحا كملة دمرين يرفق يؤدي بعسنان دات كيس عدو قنا وكو أدقي هاي أصحاب تيسا يؤمضي سنة وؤدي بعسنان أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين واسفوين قدتك مؤمنين تابوده رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتقون فضلا من الله ورضوان صدح العفو عن الناس قدتك وعفي رحمان تيوح لقو سمين آية لقو آية لقو دباو أفر استغفار دتكي سائنو واستغفار دا وعفي شن قوان أدك وعزيمة له بالغ فهمه آية فإذا عزمت لبع لمرة هو قامنت وعزيم هو قامنت وقوان عزيمة له وأن لبع لبع إيو بق بق إيو جلجل إيو لهين وقعان عزيمة له إلهي محو النبي عليه الصلاة والسلام كو أمره يا فإذا عزمت وقعانك أقضت عزيمة أتقلت عزيمة أقض كدبنا إلهي تلصارو وقعان أقضت إلهي تلصارو نفت هذا ثم إلهي كوكر صنو وي معنى نفت هذا نكلسوني كقب إلهانا كتير سنو قوانك مركا قاضت قوان أذقنا قاض ماشى إلهي سبحانه وتعالى نبي آدم أبو البشر إلهي سبحانه وتعالى قد ليلي إنا نعزيمة دي سؤيراتي مركي شيطانك ويمي وحشي يا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما آه ما آدم خطلي ما خطلي عزيم الآن خطش وإلهي بلان أذكبوني يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى آه
أمر أدق بالسي كان يوكو خطلين أنتو أيمي بحرية آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ هذا العزيمة دي سيبقى دبع دي مركا هقامينتو وعزيم وقعاني وقعان أدق آيات دا سألقى فهمها آيات أفراد نبي سليمان وتفقد الطيرة فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا وقصدي كهر مكت لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين محوكو قدنا يا نبي سليمان عليه الصلاة والسلام وبقر كيئة ونبي كيئة من مسؤولة وهدهد ليراهضه أيا بوس كيسي إيا الشقديسي كم قن مركي وكنترولي مش الشقديسي مجوغ حفيس كيسي مجوغ ده هذا ربط اللغة عصرية هير حقاكم مقيه حاد عام أركو حقا جلال مهر ده وميل بكم مقيم فصح بوقات وان عذاب دونا وعقاب دونا عقاب أذك بان مرسين دونا بير أما حج الله إيمانيا إلا هو عادل موكتواتسان شغني ونبي عادلة وحاكم عادلة قفك الله إسكما عقابي هدو حج الله إيمان وعذر دار الآن وواجب كيسي آن وقبين مركز الله عقابي هل كان محالك فهمي كو نبي سليمان حتى شمبر كم مقن واتبيا ما تقالنا دتكو هو قامنا وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون إذا ماذا الرجل قاها ماركت ووحوه جن بهالك تاغن عفاريت بهالك تاغن وحد تاغن بني آدم بهالك تاغن شمبراء هالك تاغن وحاسو إذا ما الرجل قاها وصاء الصفن وإزدبية بوساس وكنترولية وحي علوم المفسرين تويرا هذا المحوق التبي هرجوغو أها سركال بو أها هدود شمبراها كاملة بوس كيسيبو كوي كازو يرحق جيجرة وحي كنتو سينيسا وحي كنتو سينيسا وحي كنتو سينيسا هقاميه غافل غفلتكو سيحدا ما وضد كيسي أسكرت سيحدا كوي أو أن شقاليهس سراكيشيس وزير رديس دتك الله شقيه دونكيس ومنتبه وسجده ومراقبه وكنتروله وحو بيا متول باشقدي وهيي انه هيو دي انه هين اما كم بقي اما او غبي هدو غبو وحجل ان نقضه عقاب مرسيه اما شقدو كعيرين اما وافريسن أما وحري أما وحكر وكسامي واجب لقدتكي عقاب الآن من نقضه واجب لقدتكي إلا أمتنا بعد يعيسى هذيك واجب لقدتكي وحفزكي سي مسؤول لقواهي عقاب الآن من نقضه سيد آيات تلماميس لو عذبنه عذابا شديد عدو دونها هيدو هذا قربا هذا الكيغا هذا مركا نبي محمد عليه الصلاة والسلام عن سنة ما حي وحيرين علم هبين بام مدينة قيل كيرت قيل الله مقلي قيل الله مقلي دتك يبقى جوري جوريها كصوب حي عبسي وحقي قيل هذا السؤال ذي وحكم ذاها أبو طلحة أو فرس قرد مركا يصوب حين أيّ وحي لكل من نبي محمد عليه الصلاة والسلام أو ماشي قيرده غيرت كصوص على أو فرس كجوجة نلّي هاي أنا هين ساي سنين فرس أن هين ساي سنين بكجوجة النبي عليه الصلاة والسلام مرهرو أنت تجي وحي سوق هذه صار نقض وهذا صار نقض يا مرقاسي لن تراعوا لن تراعوا وحدي بمجراني سكان سكا سكدي جن هذا سكدي جن هذا نص أمني يا نبت قلي يدي ومضى بصاو إلى الله يا هجامي ها
نبي سليمان ساسو أسكرتان أمراقبينيا وقانيا شمبر هدو يهدو مقيا وقت قوة إسكا عريري وقت بين المغرب والعشاء وقت بين الكومجرو لكن ما لندو ويدبان وحان ويدية نن هقامية أهو مسلنا أولا يرادو دكتور مهاتير محمد أمليشيانا أفر إيسا هذا وحب جلال لح إيسا عاشان صناع أمالينا بقول كيف يقول الله إلهي عمر يسوه بركة يا الله بركة محنكو إيري وحالقو يقانا به مليشيا إنا بدشي ووح بضن أهر مرأ أهر سادي تعلين تادي صنع ذادي ودن كده جناشيسي وح بضن أقب بدشي أهر مركيسي مركا نيو محنكو يدينا هقامية ذهيد انتاس صدح إلى واتن سنة مرنا لبس سنة شن إلى واتن سنة وودن كهو جامينه سكوت دارك لبشر محيط هاي أستامها يوسفوين كإيو مارك تكوسو تجلي يي إناد أد جوشان أتجارتو أو شعب ماليزيا أو نوجنا شعب سكا مساكين أو بيرلي أو ضعيف أو إنوها والله انا الوحكه اللي هو انا وركي سو دوبنيه و هو يري انغا حدي ان قران كريم كاه فيرنو او دراسينو هغامنتو وحي تهي بينو اوغانينا انا قران كان لبجر بان اخري ترانسليشن عرب ما عربي ما يقان لغه ترانسليشن بانكو اخري من أول سورة البقرة إلى الآخر لبجر ودراسة واستيدي أهبان آخر وترانسليشن كلا دول ولبا آن دول استعلي يا مركزو نور الرموت شاك شاكي دا عدنمو أقون أمانو محانكو شوحيالها لا يقانو ومارحتي يا وانت ضدك في عن إناد حولتو الرماسو شاكي كل قودنا آياته القرآن كمركز ونغضو ديبه كجره مثلا dadka wanaagsan inaad u xulato waxa kamid ah hoggaamiyaha quraanku tilmaamayo laba sifo oo aad ugu soo noqnoqda mesela reer bani israayil waxay dhahayn horta hoggaamiyaha ma loo baahan yahay hoggaamiyaha loo baahan yahay ij'al lana malikan nuqatil fi sabilillah shacab kaligiis iskama dagaalami karo wuxuu u baahan yahay hoggaamiye saas darteed reer bani israayil waxay yiraahdeen lin nabiyyin lahum nabi korkooda marka joogay ij'al lana malikan nuqatil fi sabilillah نبي ملك نوصو دور آنو ماركتي دقالاني مركا حيو دقالاني وين بقر الآن أما هو قامي الآن حيو دقالاني وين سقرب يعبين نقوني ساي سورة قل معها هو قامي الآن سورة قل معها مركا إلهي إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا واني قبولي سندونا هو داود وديس قول سندونا بقر طويدك نحن طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك ولم يؤت سعة من المال أكتوض وحا من ذا كجري مركا العق إني بحيانه حول بضن أولي هاي ننك هقاميها مقونا إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم ننك مركا وحا إلى الشيء أقون هي قوة البدن إنه دقالك هقامين كرو حق لو هو إلهي كل شيء جاي سيد هذا يعني آياته أنا أخرني سورة النمل نبي سليمان عليه السلام استجوا هايستا إنسي يجني يشمبرو يوحول با قف مدهن كاره أديك أنت بحد أرض إيكن عرشجي بالقيس إيكن معجري استشاره سمي كومبيتيشن سمي وحلوي قانو اللو قدن عصر جاء كومبيتيشن وإن دوقات قفك أقفي أن أهوشان قبان كرا وأمد هذا كجرة أمدتك هذا كجرة وكما تاسنا محالة سمينا ترتنسين بالله سمينا ووحا هذا ترتنك الله يرى جاقال أصاب بنانه يا أسو ترتمي لليه يا أقو هبون وجاقال أصاب قبان كرا مركا نبي سليمان وحكا لما سمين إساقو وحا صورنا ملكي هايست ووحو يري أيكم أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين
كينيبا اي كينا يعرشي قدي انت دادكا سو يمن بي كسو سعوداني انا اسو قارين انا بيت المقدس اسو قارين وانا ايغو مسلمين اي ايمان لحول هذا مركا مطابن كري. قال عفريت من الجن في المشوى حرية وكمبتيشن وعدالة وقام يهنا وفيرنا يا قفك أقفي عن. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. نكنو كواليفيكيشن واشاكتي أسكري قال يا هو حجر أنا حوقن وليه أماننا وليه هاي أو ذهب كاسي عرش قال شيء هل حبو يسقوا إيان كرد النين أنكو كينا هل حبو يسقوا لقى حد بردن يسقوا لقى حد أنكو كينا كو حوقن وليه هاي ما شاء الله عفريت وعفريت عفريت وي أنا كون نكا كي أبنا سو عفريت من نرى كان وعفريت عفريت كوا جني حوق له وبلا يده مركو حيري أنا أتيك به قبل أن يقوم وإني عليه لقوي أمين. نبي سليمان عليه السلام أرض بحر إيه كان مدهن وسوي كومبيتيشن كي أولي سعودة. قال الذي عنده علم من الكتاب متكلا هلقا كصوب حي أقول له علمي علم بايا يا حوقي بقى حوقي وما شغل علم وش أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك إنها صوك القاضي صعد وابكوري البال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا ولا ليالو إنك تاسو الله يابينا هلا يابينا علمك إنه قاري صوبت واحد هاي وضي هذا الله بب قلوا صانو كهر جوجا هذا أوران الله نيروبي أنكسو عشية وصون هذا أفريقيا كرميسن لها ورهد وواش حاج إلهي إلهي ميرك هو سعلي إلهي ميرك هو سعلي يا بنين سأصل ليه لها بقولي كنتم صنم هدي له قديه لها دبي ينكسر عشية وصون قضي باريس بنكسر عشية وصون قضي هدو ليه لها يوروب بنتجي وصون أقصى الشرق أقصى الغرب لكن وادع عضي إنك ما أنت وأرجع عادي بإنه تاج يا رب هلا إنك قادنا يسأل لندن متى يسأل أفر ساعة ضد إسلامانيس قلبت صون قنيس عاونا هلك كش عشان صوص حنس مركن كان هلا يا بنين علمي أين ولي جارين بوهيا إلى هيسي على كل حال. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك شو مسكو قبط كلا فربة ويال عرشي قيبه ويال لا حول ولا قوة إلا مالك أنك أساكو قوليستي إفريد كي ولا قتك وحيس ما أنت دورك يان كينا أقول ليه مكت ما أنت دورك يان كينا ما دورك كينتا إيش أبالا كلا قادة وابي يال لا مالك هلك وحي كنت سينيسا مش أنا صعدة قطب كان أنا كحرا يا مسي وذكره أيضا بدنا القرآن لكن محاضرات بدنا أوبها أنت إنه هو جاي من تفهم والقرآن كسود وها الله أنا كمان الله College of Management عن كه الله يا College of the Quran كريم أو إنه ريال وحي إن تصين إيسا سيد النبي جاس سليمان عليه السلام وأوفير سنة يرجيسا كي أوفي عن وشانس أسيناي فرصة أسينا opportunity معها قف انت اسك سو قبطو شقاء ان وحبك قررين ادر معها تاسو صح ما امضوه حتى مسميان امضاه دوني حتى اني وحون هرمران اما وحون قبصدان وحي سميان كومبيتيشن شقك كستا اما شي كستا اما حل كستا دتك وا لو ترتبيا يا او اقوم بدن يا او خبرت بدن يا او بهلكي بدن مركا الهي سبحانه وتعالى كتاب وحو نسيي علم والبا كجرو سعادة والبا كجرتو سف ضد هدينو وقلنا قلنا أين الليبان الدنيا الليبان آخر قارينو لكن مسلمين تي وحالك كري لا إيهي وركتابك إلهي هوس وفيريا ما له عندها أتاقي سان لا تمدن عينيك كرها أتاقني هل كان فيري كتاب كان أخري كتاب كان إيغا أقالة سياسة قويس يا محن كهذا لنا وحكستا يا طلاق هديتا فرين هديتا يا قيس هديتا الماء هديتا دقالة هديتا بلان هديتا تخطيط هديتا قرشة هديتا كل هل كانوا كجرا ولا ليال انت اسمان ربي انام بداميو قف قاره لولا ما تشيد عد قاره لولا ما تشيد اسكد داي حساسية ضبطن بدون كجرت اسكد داي قف لولا تشيد يقف قاره عد قاره وحس متى الله ماشا ايدا يال
meeshaan diinteennaan rabnaa inaan fahamno si xaaladeennu u fiicnaato walaalayaal. aan raalli kale ahaano qofkii xoogaa wax xanuunsadana raalli ha ahaado, ma ula jeednaa annaga qofna inaan sameyno. taas weeye ilaahay subxaana wa tacaala tawfiiqda hayna waafajiyo, ilaahay subxaana wa tacaala khayrka hayna siiyo. intaanan xirin nugta yaraa qiso yara idin sheegaa. mas nin dhallinyaro ah oo soomaali ah baa iga sheekeynaya, oo aqoonyahana dhallinyaro ah soomaali aqoonyahana, intii burbur ku dhacay waay jaamacad baan ka soo baxay buu yidhi Russia number one baan noqday kulliyad engineering ah. Dubay baan imi safaaradda Mareykankan tegey, waxaan idhi waxa maya markaan jaamacaddii ka baxay oo number one noqday baa waxa ay aqbashay jaamacad Mareykanka ku taal oo waxay ii aqbashay master engineering iyo computer. marka ii aqbashay baan waxaan imi Dubay safaaradda Mareykankan tegey, baasaboorka Soomaaliga habaan la tegey. waa intii hadda ay jirtay burburka aan ku jirnay baasaboorkeena meelaha aan laga aqoonsanayn, xataa aan lagu dhifan fiisada laguma dhifto, dowladda ku siinaysa kuma dhifanayso fiisada baasaboorka waqtigaas 2019 aakhirkiisa. marka qoladii waxay yiraahdeen okay scholarship, jaamacaddu waxay isiisay full scholarship oo master jaamacad Mareykanku taal, maadaama taas la aqoonsan yahay raashka aan ku soo baxay. cid wadaa ma leh, garab wadaa ma leh, jiro qof wadaa ma jiro. markii ninkii meeshii immigrationka wuxuu ii yiri ma tegaysid adigu, markuu xoogaa interview ila sameeyey wuxuu yiri kuma siinayno fiise, qaado baasaboorkaaga maandhow la tag, hadhow ma soo noqonaysid Mareykan, hadaa tagto ma soo noqonaysid, qaxooti baata Soomaali baata soo noqonaysid. marka ama scholarship hayso ama ha haysani iska tag. ninkii baan xoogaa muranay, waxaan ku iri racista tahay, cunsuri baa tahay, yaa cunsurinimada iigu diideysaa, maxaa kaleeto waad fiisada iigu diiday. adigu ninkii markaan cabaar xoogaa muranay oo sheekaysanay buu yirkeen baasaboorka mandhow iisu celi, in dhallinyaro oo waxaa tahay firfircoone wii qaaday baasaboorkii, fiisadii oo meel gaara lagu dhifto buu iigu dhiftay, wuxuu yiri good luck, waxaan ogahay inaad Mareykan wax kusoo kordhinayso. Mareykan baan tegey, ninkii telefoonku wax telefoonkiisu isiiyey aniga laftagay jaamacaddaas, jaamacad u dhow oo macruuf aan ka soo baxay buu yiri, iska sheekaysana markii dambe. marka maalintan qalin jebinayay oo masterka aan qaatay ayuu xafladdii qalin jebinta waxaan noqday al-awwal, kan ugu horreeyaan haddana jaamacaddii noqday, khudbadiina ana jeedinayay ardayda graduation, isna waa ka soo qayb galay, wuu ilmeeyey. mar baan qaladka ugu weyn nolosheyda samayn lahaa buu yiri, maalintan fiisada kuu diidi lahaa waay, laakiin nasiib wanaag ma aanan samayn qaladkaas ma aanan samayn, waana ku faraxsanaa inaanan qaladkaas samayn. macna maxaa weeye marka meesha taas, marka sheekooyin kale kasii dambeysay oo maaragtay kasii ballaaran waxa weeye ummadaha waxay kuwa horumaray la horumareen sabab ah inay raadsadaan dadka waxtar kale oo wax u dhiibtaan, haddii cid kale tahay, hadda Soomaali ahaya, Suudaani ahaya, Masri ahaya, Jamaikan ahaya, Chinese ahaya, Japan ahaya, wuxuu doono ha noqdo, ma yahay qof waxtar ah oo aqoon leh oo brilliant ah ya oo ambitious oo innovation leh, ma yahay? Ha aan qaadan. marka innagana walaalayaal waa mabda' qur'aaniya waaye, mabda'aas maaha mabda' reer galbeed, maaha reer galbeed intay tajribada ku arkeen ayay qaateen. markaasaa waxaa dhacay wax la yiraahdo brain drain, yacni caqligii muslimiinta ba wuxuu juroday oo loo shubtay, sidaasaa loo shubay, waxaa lagu shubay, waxaa la geystay westigaa la geeyay, koon kasta waxtar ah kasa laga faa'iidaystay. Apollo dayaxa markii ay ku dejinayeen Mareykanku 1962, ninka dhulka ka hagaya geologist-ka ah waa nin Masriya oo professora oo dalkiisa intuu 2 sano wareegayay shaqo loo diiday oo shaqo waayay,
mareykanku qaatay oo naasa qaadatay buu wuxuu ahaa professorka dhulka ka hagaaya hadduu ka sheekayaa qisooyinkeeda sanad kaamila kabaha iga dhammaadeen uu dhahay waagii jamaal cabdinaasir joogay aan maaragtay ku wareegayay hadba idaaro waxaa markii dambe waxaa la yidhi waxaa aadaa meesha oo waxaan kuu sheegaa kuliyadda zaraacada miyaa iyo beeraha anna wuxuu geologist waa geology baan PhD geology marka mabda'a qur'aaniga waa kan ayukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin maha wiilkiisa maha gabadhiisa maha adeerkiisa maha walaalkiisa maha qabiilkiisa maya yaa yaqaan waxa who is the best who is the brilliant sodig banaanka adaan ku qaadanay ilaahay tawfiiqda hana waafaji ilaahay kitaabkiisa hana fahamsi ilaahay hanuunka hanugu toosi muslimiinta meel kastoo joogaan dhibka allah ka dul qaado falastiin iyo soomaaliya iyo meel walba oo muslimiintu ku dhiban yihiin dhibka allah ka dul qaado ilaahay dhulka ha ka dul qaado ilaahay nasri ha siiyo guul iyo nasri allah ha siiyo walaalahay reer qasa farj allah u furo dhibka allah ka dul qaado cadowgooda allah ha jabiyo cadowgooda allah ha jabiyo cadowga isu bahaystay allah ha jabiyo dhulka allah la gooyo cirka waxa ka soo dega allah ku sallido dhulka waxa ka soo baxa allah ku sallido iyaga allah isku sallido iyaga allah isku jabi iyaga allah isku baabi'i muslimiintana allah ka nabad yeelo ilaahay dhibkooda ha ka dul qaado qanaabilkooda allah ka dul qaado muslimiinta guul allah ha siiyo muslimiinta guul meel kastoo joogaan allah ha siiyo soomaali ilaahay qalbigeeda ha qabooji ilaahay qalbigeeda ha isu keeno qalbigeeda qur'aanka allah ha geliyo camalkeeda qur'aanka allah ha geliyo hanuunka allah ha siiyo heshiis dhexdeeda allah ha siiyo dhexdeeda jacayl allah ha dhexdhigo walaaltinimo allah ha dhexdhigo ilaahay walaaltinimo ha dhexdhigo qabyaaladda iyo qaadka iyo qurunka dilay allah ka dhex saar ilaahay ha ka dul qaado aafooyinka ibtilaeyay allah ka dul qaado ilaahay isnacaybka iyo qabyaal allah ka dul qaado ilaahay qalbigooda hanuun allah ha geliyo jacayl allah ha geliyo hanuun allah ha geliyo qur'aanka allah ka buuxiyo hanuunka allah ka buuxiyo fahamkiisa allah ka buuxiyo cibaadada allah ka buuxiyo bil ramadaan baa soo noqotay iyo soo socotay ilaahay nabada nagu gaarsiiyo ramadaan allahna gaarsiiyo khayrkiisa iyo barakadiisa allahna siiyo khayrkiisa iyo barakadiisa allahna siiyo qabuulkiisa allahna siiyo jannaatul firdaws allahna ugu geliyo ilaahay subxaanahu wa tacaala ramadaanka khayr allahna ugu gaarsiiyo rajab iyo shacbaanna allah noo barakeeyo ilaahay ramadaankana khayr ha nagu gaarsiiyo cimrigeenna allah ha dheereeyo ilaahay nabad ha nagu gaarsiiyo ilaahay kuwa ka faa'iidaysta oo qiyaam iyo siyaam la yimaada allah naga dhigo muslimiinta meel kastoo joogaan guul allah siiyo wixii cadowiyo wixii dhiba allah ka hayo aamiin aamiin wa sala allahu cala nabiyina muxamedin wa cala alihi wa saxbihi